السلام عليكم، مرحبا بكم مره اخرى في لاشين ديالي. كي دايرين؟ واش لاباس؟ انا الحمد لله بخير وعلى خير. نتمنى حتى نتوما تكونوا لاباس عليكم وفرحانين ونشطين كما شفتم من العنوان. علاش ضربتني على راسي؟ مغاديش نعاود حيت هادشي عاودتو شي 10000 مره وصافي. هادي الاخرى. اوكي، سو كما شفتم من العنوان شيان اخرى، وجيت باش نشارك معكم عاوتاني. لا تكونوا نتوما بغيتو تشريو شي حاجه وتشوفوا كيفاش دايره، واش مزيانه ولا لا. حيت الان هذه تقريبا لا كوموند الخامسه ديالي ولا مع السادسه، وديما نفس الاحساس. ديما واحد الاحساس، عرفتي واحد الاحساس تيكون في الداخل ديالك، واحد الفرحه. شتي واخا تحل هاد لا كوموند دابا وعيط لك ويقول لك جايك واحده اخرى، غادي تعاوتاني تحس عاوتاني فرحان. ما عرفش باش فهمتوني، واش عرفت داك الاحساس؟ عرفتو. المهم باش ما نطولش عليكم، غادي نحلها قدامكم. نتمنى داكشي كله يجي هو هذاك. بسم الله. كتبان صغيره وراه فيها شي 20 ارتيكل، ولكن هما كيبقاو كيزيرو داكشي باش نحسب البلاصه. بسم الله الرحمن الرحيم. فوالا، ديكسه تاع الفوق. عرفتي نقدر نبقى نشوف هذا المنظر بزاف السوايع وما يطلع ليش الدم. شحال 5 ايام. اوكي، سو اول حاجه كما شفتوا هو هذا. انا غادي نحط لكم التصويره كيفاش كيجي في اللبسه، كيفاش داير. اول حاجه هو هذا، ولكن نورمالمون كيخص تكون مع سروال ناديه، ما كانش سروال وحده، ما حاطينه على اساس انه هو صومي. ما يمكنش قميجه بوحدها جات. هاي القميجه كتلبس اوفر سايز. ولكن كيما السروال عرفتي ما يمكنش، ما فيهاش لاصايز. نقدر خدينا لارج. شوف شتي كتجي طويله، ولكن فينا هو السروال. ما فهمتش علاش جايبينو غير بوحده. المهم خاص الصدمه الاولى شتي. علاش؟ خليني فرحانة عافاك. ثاني حاجة هادي واحد السيوة على ما اعتقد، ياس سيوة حمراء. هادي فاطاي لارج. المهم هانتوما غادي نوريكم في المكان كيفاش كتجي. شفت الطول ديالها؟ الطول ديالها هو هداك مزيان. وصراحة كتبان لي دابا القياس غادي تكون هي هاديك. التوب ديالها مزيان إلاستيك، هادي هي أهم حاجة. حيت بحال هاديك ساوي كيخصهم كيجيو لاصقين و مزيان يكونو كيتجبدو. دونك الكسيوة مزيان، كسيوة مزيان، غادي تبان في اللبسة. ولكن من ناحية التوب مزيان، من ناحية اللون مزيان، حاجة مزيانة. ياي قميصي، هاد القميجة شفتها وبقيت كنتسنى شحال. المهم أنا كيعجبوني الألوان بزاف، ديما تنقولها. وهاد القميجة تقريبا لقيت مجموعة فيها كاع الألوان، وأنا نقول صافي هادي مخصهاش تفلت. فوالا، الألوان كيتبدلو عندي في التليفون. ولكن الصراحة مزيانة، زوينة زوينة بزاف صراحة، زوينة عجبتني. التوب ديالها معرفتش شنو سميتها التوب، ولكن كلبس من تحتها مايو، كلبسها بوحدة مزيانة. حتى في الطول ديالها تقريبا هو هداك. أنا خديتها قدر في اللارج، خديتها في اللارج. ولكن صراحة تبانو لي كتيفات هما هادو، يعني مغاديش تجي طايحة. حاجة مزيانة عجبتني. حتى البيض اللي فيها بيض، يعني ماشي داك بلونكاسي. بعض المرات كتصدق حاجة بلونكاسي. هاد السروال تا هو كنت كنتسناه بزاف. أو كاطيفة، كاطيفة مبرة مبرة، ماشي كاطيفة مبرة. زوين زوين. أنا مؤخرا ولي كنلبس بزاف هاد السراويل في التليفون هكا عراض من التحت. صراحة تيبان ليا غادي يكون هو هداك. أصلا غير اللون ديالو راه زوين، عرفتي؟ هدا راه واعر، حالة مزيانة. يعني لحد الآن ديك القميجة هي لي السروال فينا هو، معرفتش. خديت البيجامات، أنا زحمني هادي هنايا، طفلت. معمرني ما خديت معندهمش البيجامة، وقلت نجرب البيجامات ديالهم. خديتها في سمول، هاو التريكو مزيان واخا سمول، ولكن الصراحه ما تيبانش ليا سمول. جاب الله خديته في سمول. وهاو السروال، شوف لك واش كيتجبد. صافا مزيان. قول
بون قتل وجابوا لي معاه حتى جيت هاد الناس واخا هادشي ما كنديروش حتى هادي زوينه عجبتني عجبتني هاد ال شيان اخيرا كاتبين شيان باللون هذا كانوا دايرين فيه داك دوك اللعبات اللي كيطلعوهم كيكونوا ناقصين فيهم تقريبا هو كيدير شي 130 140 انا خديته غير ب 40 درهم ولكن شوف لك الطاي جو بونس خديت ام يس خديت ام واعتقد انه هذا يقدر يدا كبير ما عرفتش ولكن في اللبسه عاد عجيبه الكاليتي ديالو واعره مزيان تاع العمال مزيان هذا اللي كنت خايفه منه يجي كبير ما عرفتش المهم تيبان باينه كبير باينه كبير باينه كبير ولكن المهم في واحد البونجا صغيرة هنايا المهم انا ديجا خديت من عندهم واحد في الصفر ولكن خديت سمول ولكن هذا ما بقاش فيه سمول داكشي علاش خديت ميديوم تيبان كبير ما عرفتش المهم خاصو واحد حتى يتقيس وغادي نقول لكم من بعد كي جا هذا السروال هذا السروال كيفيت كنت عارفه غادي يكونوا دايرينو في هذا الثوب زوين بزاف هذا الوجهات اللي فيه واللون انا غير كنشوف شي حاجه اللون ديالها باين وعاطي صافي تعجبني ها هو السروال متحويش ولكن باين زوين من التحت اللي بان لي انا ولا ستيك ديالو ما مزيرش بزاف ولكن ماشي مشكل ماشي مشكل السروال مزيان باقي كاين هذا واحد مايو اخر في العمال تا هو في ميديم حقيقة الكاليتي ديال المايوات ديالهم مزيانة زعما مزيانين بزاف ها هو هذا كيجي طالع على الكرش سليباس ماشي مشكل بدات القناة روحي ولكن الفوق مزيانين مكبرش معرفتش والله ما عرفت تيجيو بحال هكا المهم هانتوما كيما شفتو في التصويرة كيجي المهم اللون ديالو مزيان والكاليتي ديالتو مزيانة القياس حتى نقيسو وغادي نقول لكم بعد هذا نشوف ليك عقلت عليه دابا المهم هذا غير عادي جدا اللون ديالو تا هو زوين خيط ولكن خفيف خديته في ميديوم مزيان الا كان هذا ميديوم سمول كيفاش غادي يكون ولكن اصلا هما القياسات ديالهم بيناتهم تيكون تقريبا غير شي سنتيم جوج سنتيم هادشي اللي تيقدر يبان تيكون ولكن مزيان يعني هكا كنت متوقع هكا قيتو عندنا سندارة كنت خديت من عندهم سبرديله راه كنصورت الفيديو ما عرفتش واش حطيتو ولا ما حطيتوش ولكن ما عجبتنيش نهائيا في الخربيطه بالنسبه للسندارات حقيقة رطبة مزيانة للصيف حقيقة مزيانة رطبة شوف كيفاش كتجي في رجلي صراحة صعبة مزيان رطبة بزاف عرفتي رطبة بزاف صبرتي لا بعد اللي كنت خديت خايبة بزاف راه كنصوتها هذا شنو هو هذا معكوس على لارج سنيكات ها هو كنت خايف على ما يقدونيش كانوا دايرين تقريبا شحال من اللون هذا أربعة احمر كحل زرق ابيض خمسة ولكن على ما كيبان ليا التوب ديالهم خفيف بزاف وش اير الاستيك ولكن عجبوني هادو ملي تيكونوا دايرين هكا يعني اصلا ما كتحسش براسك كاع واش لابسهم كنظن انهم غادي يكونوا هما هادوك انا كنت بغيت ناخذهم في السمول ولكن تقادت في السمول خاص غير الكاليتي ديالهم تكون مزيانه يعني يكونوا مخيطين مزيان راه هادشي راه خفيف بزاف داك التوب اللي كيتجبد بحال قلتي استيك المهم تاهم مزيانين
ولكن هادشي هادو الملابس الداخلية حتى نقيسهم وغادي نشوف كيفاش دايرين. اوكي او هذا سروال اخر كان كيبان صفر ولكن هو غادي الموطرد شويه. فوالا حتى هو دوك السروال اللي لاطاي تقريبا ميديم على ميديم. شوف لك الى وقفت يقدر كيتلبس قصير. هذا خسرت لي الجبن تاعي. المهم خشيت هادشي فين ما صافي كيما هادشي تحب. عطوني عفاك واحد دقيقة نزيو مزيان. كاين هاد التخاطر كيجيو طالعين غير كد نسجلهم. صراحه مزيانين. كنت خديت من عندهم واحدين في الكحل الى عقلتو في الفيديو الاول اول كوموند وما كانوش جاوا طالعين بزاف. هادو بصراحه فايتين ركبه. فايتين ركبه مزيانين. هاد التريكو خديتو من علي اكسبريس. اول مره كنمشي مع علي اكسبريس واخر مره حيت كتبقى تسناي 100 عام ما تنقدمش والله. كنبقى لحد الان هما باش خايبين ما كتجيش عند الكوموند بقى وحده كتبقى كيصيفطوا لي بحاجه بحاجه. وباقي لحد الان انا كنتبع. دابا حنا شحال في الاخر شهر 6 يوم 23 وكنت درت كوموند في شهر 11 وباقي لحد الان شي حاجه ما جاوش. هذا من بينهم اللي جاو تيبان زوين صوره مزيان. هو هاد السنيسلا المهم مزيانين اوفر سايز. هذا راه دوبل اكس ال ولكن يلاه جا هو هذاك خفيف بالنسبه للصيف واللون ديالو زوين داكشي علاش حطيته. اذا بغيت ندير لكم شي فيديو ديال علي اكسبريس راه زوين من جديد. او هذا واحد المايو اخر هذا كنت كنتسنى من شحال. هذا مايو ماشي دو بيس وان بيس ماعرفتش كي تلبس حقيقة. قريت في لي كومونتير فيه بزاف تخريبيقات ولكن المهم هذا في اللباس عاد غادي يبان هو على حسب ما كيبان ليا. المهم هذا لتحت يقدر هكا. المهم هكا المهم في اللبسه كيجي وار. المهم كما شفتوا في المانكارت كيجي وار ولاطا ديالتو هي هذيك تيبان ليا هذا هو هذاك واللون ديالو زوين. دونك حاجه وحده اللي ما عجبتنيش وهي انا هذيك القميجه اللي صيفطوها هذه بلا سواد ما فهمتش علاش. هذا واحد المايو اخر دابا مع جاي الصيف شفتو مايوات. هذا طاي كبيره هذا ديال ماكوزين طيب كبير هذا ويصال سمعي لي قلت سميتك طيب كبير هذا ولكن مزيان عرفتي باش عجبني وهو طالع من الكرش يعني غادي يجمع لك جنابك وغادي يجمع لك كرشك مزيان. وهذا الفوق صراحه كيوت واخا كبير ويصال اعتذر هاد لا طلع من هنا ديك عندنا هنايا بيجامه اخرى هذه قصيره الصراحه الكاليتي ديالها مزيانه. ديما كنسمع انه البيجامات ديالهم زوينين. واحد صاحبتي اللي قالت لي ما صدقوا ليهاش ولكن الصراحه هادشي اللي شفت دروك راه زوين. طاي ميديوم مزيانه نفس القضيه دايرين فيها اللعيبه. وهذا الشورت صراحة مزيانين بالنسبة للدار وداكشي والميديوم صراحة زوينين بزاف. معرفتش لبابا صاحبتي ما فهمتش علاش داك اللي خديتي انتي ما عجبكش. يقدر حيت هادو مقطن عليها صدقو زوينين وهادوك اللي كنتي خديتي انتي ديال الساتان ما جاوش زوينين. شنو هو هذا كولون ديال سبور في التصويره كيبان خضر كيما شفتو كيبان خضر بزاف. هنايا غادي سميت هاد اللون خزي. كنت خديت من عندهم واحد الكولون الحمر في الفيديو الاخر اللي شفتو غرونا ودابا خديت واحد اخر حيت الصراحه هذاك اللي كنت خديت عجبني بزاف وكنظن بلي حتى هذا راه غادي يعجبني بزاف. كيبان مزيان وكيبان مجموعه. كنت خديتو هذا خديتو في لاطاي ام وهذاك خديتو في السمول ولكن قبلت هذا خديتو في السمول باش نشوف. يس هذا خديتو في السمول حيت اصلا الكولونات كيتجبدوا فاش كتلعب فيها الرياضات كيزيد يتجبد. انا غنلعب به اليوم الرياضه اليوم غادي نتشمو.
واخر حاجه بقات لينا كان هذا البروسيس ديال التليفون. بقاو لينا سنيسلات وطوينغات. هاد القضيه كاينه في الشيان ديما الطوينغات ديالهم كيبانو كبار، ولكن فاش كتجي الحقيبه كتلقاهم صغيورين بحال هادو، صغيورين بزاف ولكن صافا مهم، كاينين بحال سنيسلا في اللوان مكيبانوش ولكن مزيان. المهم غير زعما كأكسسوار صغيور راه مزيان. وبقاو لينا السنيسلا، نايس ما عرفتش هادشي كاع كيفاش كيدير، واش هاد السلسلة هاكا فيها بزاف، فيها هادي صراحة السناسل ديالهم زوين، وأنا كنفضل ناخد هاد السناسل لي تيكونو ماشي صفرين، حيت دوك الصفرين كيكحالو وهادو راه ما كيكحالوش، خديتهم عندهم خواتهم الصراحة ما كيكحالو ليا. شوفو هادي واعرة بزاف حيت فيها هادي وفيها هادي، هاد التانية والثالثة، ديكورات سامبل ولكن كيبانو زوينين. والرابعة والخامسة ضروري هما مكيدخلو ليك هاد اللعيبة ديال الصليب ضروري، المهم هادي تقدر متلبسهاش فيها الصليب، وتقدر تقطعها من هنايا تحيدو. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، خير والبركة. هادشي كله في سلسلة واحدة كتلبسو مجموعة كتلبسو، والحاجة المزيانة اللي دايرين هو أنه تقدر تلبسوهم فارقين. فوالا هادشي اللي كاين، نتمنى يكون الفيديو عجبكم وعجبكم هادشي اللي خديت، وتكونوا إذا كنتو بغيتو تاخدو منو شي حاجة تنضمو المرة الجاية غادي ندير فيديو ديال علي اكسبريس باش نوريكم داكشي اللي كنت خديت منو. خديت منو بزاف الكومونات ديال السبور، تريكو واحد اللي خديت، ولكن لابليبا خديت هاد لي زاكسيسوار عندهم، وباقي كنتسنى نشوف واش غادي كحالو ولا لا. المهم معرفتش باقي لهاد الآن مكحالوش ليا، ولكن بزاف الناس كيقولو بلي راه كيكحالو. فوالا هادشي اللي كاين في الفيديو، نتمنى تكون عجبتكم وخفيفة وظريفة، ونتلاقاو مرة أخرى في فيديو آخر ما تعرف مقدرش نشير أخرى عاوتاني. باي باي.